راح نتكلم شوي عن يعني شوية معلومات مجمعة. باختصار بالبداية، احنا لما نجيب المريض عشان نعمل له طقم جزئي لازم نعمل توث بريبريشن. توث بريبريشن يعني فيها تحضير لكامل الأجزاء داخل فمه. إذا بده عنده بواقي أسنان بدها خلع، بده عنده عظم مثلا زي التورس بدها تظبيط، عنده التهابات بدها مضادات التهابات إلى آخره. يعني لازم نظبط وضع المريض كامل قبل ما نبدأ في تصنيع الطقم وناخذ الإمبريشن. زي هايبر بلاستيك تيشو، انتيريرلي أور بيردونتالي تريتمنت، إذا بده علاج لثة، تنظيف لثة إلى آخره. كومبينيشن سيندروم هي عبارة عن كيس، هاي الكيس منتشرة كثير بين الناس، بيكون فيها المريض كالتالي: بيكون في الأبر ما عنده ولا سن، واللور عنده بارتشال دنشر. فاللور فيهم أسنان انتيريرلي، الأبر ما فيهم ولا سن. تخيلوا إنه هاي الصورة فيش فيها ولا سن فوق. اللور انتيرير راح تضلها تخبط في الميكوزا من فوق، أوكي؟ اللور انتيرير راح تضلها تخبط في الميكوزا من فوق وراح تضلها تضرب فيها، فهتخبط في الميكوزا. الميكوزا هاي بتصير هايبر بلاستيك، بتصير يعني هيك سوفت، أوكي؟ يعني العظم اللي تحتها بذوب. والبوستيريرلي بصير عليها سينكينج، البوستيرير ماكزيلا بصير عليها سينكينج، تنزل لأنه فيش إشي مقابلها. والبوستيرير ماندبل بصير عليها برضه سينكينج وبتنزل لتحت، بصير عليها ريزوربشن. فهذا بنسميها كومبينيشن سيندروم. يعني مش مطلوب تعرف تفاصيل، راح تعرفها في سنة خامسة. remaining lower anterior tooth opposed by fully edentulous area the force exerted will cause hyperplastic tissue وين؟ في الأبر anterior. تمام؟ إذا المريض عنده old denture، هذا ال old denture راح يكون عنده over extended على الفلانجز. ليش؟ يعني حيبين ال denture over extended على الفلانجز لأنه صار في resorption عنده مع الوقت. تخيل إنه هذا الطقم هنا، تمام؟ resorption صار على العظم، فحتبين الفلانجز زي كأنها طويلة، كأنها طولت على المريض، كبرت على المريض. فهذا الاشي راح يعمل لي مشكلة اسمها دنشر فيشراتم، مش فيشرز، دنشر فيشراتم. هذا مرض يعني زي ما نحكي لثة ملتهبة طالعة بزيادة، اوكي، زي تيشو اوفر جروث اوف تيشو. فهذا لازم نعمله تريتمنت اند جيت سيرجيكال تريتمنت، لازم نقص له اياها لانها بتكون طالعة زي مدلدلة. وبعدين بنعمل له طقم جديد ونراعي انه يكون الدنجر فيه كويس. تمام، ما في اي جديد. there could be traumatized tissue because of continuous pressure so you need to make shorter dentures في ال shorter flange في الدنجر الجديد. ممكن نعمل له tissue conditioning اللي هو تظبيط للتشوز، يعني بتشو كونديشنر مواد معينة عشان ترجع التشوز الى وضعها السليم. اكيد لازم نعمل بريبريشن للابتمنت، مرات بنضطر نحط عليها شويه ريستوريشنز، بيكون عندك كلاس 1 كلاس 2، فبتظبط الامور قبل ما تبدا في تصنيع الطقم. هون عندي انا صور لبرايمري كاست وصوره للاكزامبل بيفور اند افتر بريبريشن، هنا قبل وبعد. طبعا هنا في عندي اسنان بدها خلع كذا، فيعني شغلات عاديه ما فيها شيء جديد علينا. هايبر بلاستيك تيبروسيتي، هذا الهايبر بلاستيك تيبروسيتي، عفوا هون تيبروسيتي، تمام، هي فيها زي التهاب، اوكي. طيب الابوتمنت تيث بريبريشن، لازم نعمل بريبريشن للابوتمنت. طبعا الابوتمنت عليهم الريست سيت وعليهم الجايدنج بليتس، مرات بنضطر انه نبني السن كامل من البدايه لانه بيكون مثلا اكسترا، بيكون بادي ديستراكتد، فبعمل عليه تلبيسه. هاي التلبيسه بصمم عليها الريست سيت والجايدنج بلين اذا كان الابوتمنت ذايب، يعني فيش فيه حيل، اوكي. طيب فزي ما حكينا ابوتمنت ريستوريشنز، احنا بالعاده بنعمل ريستوريشن للابوتمنت حسب الوضع اللي هو فيه. The information at hand should include the proposed path of placement, the areas of teeth to be altered, اللي هي ريستات اماكن الريستيت، and tooth contours to be changed، اللي بدك اذا بدك تغير مثلا عشان الجايدنج بلينز، the locations of the ريستيت guiding planes. فلازم تحضر هذا ايش الريستيت. مرات بتعرفوا انه انا عندي نوع انواع من الحشوات الاندايركتلي بنسميها انلي واونلي. مرات يعني كان زمان يعملوا جولد انلي، ميتال انلي او اونلي على المكان الفاضي بدل ما يعملوا ريستوريشن لانها اقوى شوي. فبس حاليا صارت يعني صار الكل يعملها على شكل حشوات عاديه، سيلفر اللي هي امالجام او كومبوزيت.
However, silver amalgam composite for restoration for those teeth with proximal caries should not be contaminated, although one must admit that an inlay cast of a hard type of gold will provide the best possible support. لكن حاليا مش الكل بيستخدمه. اوكي. At the same time giving aesthetically a pleasing restoration. However, an amalgam restoration properly condensed is capable of supporting the closed wrist without appreciable flow over a long period. يعني انت ممكن تستخدم الامالجام وتسد عن هذه الامور. تمام. بالنسبة انه انا عندي proximal gingival area which lies beneath the minor connector of the removable part of the denture framework and is therefore subject to accumulation of debris in an area most susceptible to caries. فانت بدك تكون داير بالك كثير من الاماكن اللي ممكن يستحشر فيها كاريز. هاي الاماكن بدك تتاكد انه ما في عندك اي مشاكل عليها بيرودنتالي، ما في عندها اي، ما عليها اي كاريز، عشان ما بدك تكون المناطق هذه ويك ولما تحط الدنشر تصير يعني كاريوس ليجنز كبيره. تمام. فاذا عندي انا بروكسيمال كافيتي لازم اني اظبطها بالاندايركت ريستريشن لانها اقوى، مثلا زي الجولد، جولد اونلي او انلي، لكن حاليا بطل نستخدمها لانها غالي كثير الجولد، اكيد بطل نستخدم جولد. وحاليا طلع عندي كثير حشوات كومبوزيت البوندنج كاباسيتي فيها عالي وممتاز، فصارت الكومبوزيت نوعا ما تسد عن الامور. زمان كانوا يحكوا ان الكومبوزيت ويك وكانوا يستخدموا الامالجام كان بريك، كانوا يستخدموا الامالجام، لكن حاليا عشان البوندنج كاباسيتي صارت عاليه فالامور تمام. All proximal abutment surfaces that are served to guarding planes of removable partial denture should be prepared. لازم نحضر guarding planes will be made nearly parallel possible to path. يعني لازم نخلي guarding planes parallel to each other. وفي تحضيرنا لهم ممكن نلاحظ انه في عندي انواع، في عندي اماكن في الابتمنت تيث بدها تظبيط. تخيل معي انه عندك ابتمنت تيث كله مكسر، هاي الابتمنت اوكي الكناين فلنفترض او بريمولر، وهي الاسنان اللي جنبه هو نفسه مكسر، يعني مش ماخذ لي الشكل المطلوب، اعتبره شكله زي هيك. تمام. فانت بدك تحط عليه ريستيت وجاردنج بلين وقصص طويله عريضه وكلاس والى اخره، صعب انك تبنيه كله بحشوات وترقي عليه وتحط عليه الريستات، صعب. فشو بتعمل؟ شو بنعمل وقتها؟ بنجيب نفس السن هذا وبنحط عليه كراون، الكراون راح يقوي شوي، بنحط عليه تلبيسة. اوكي بنحط عليه هاي التلبيسة، هو من جوا مكسر. هاي التلبيسة نفسها بنصنعها، لما نصنعها طبعا قبل ما تكون حديد التلبيسة بتكون واكس، وفي الواكس هذا بنصير نعمل شو؟ جايدنج بلين ورسيت. فراح تكون زي هيك، عبارة عن واكس، هاي التلبيسة تبعنا عبارة عن واكس، على الواكس هذا بنحفر ايش؟ جايدنج بلين وبنحفر رسيت وبنظبط الامور. هاي هنا حددوا الاماكن اللي بدنا اياها، الستا الجايدنج بلين، واكيد من جوا حضروا الريسيت على الواكس عشان يكون جاهز. فهذا بنسميه سيرفيد كراون. اوكي ذات ويل ريسيف سيرفيد كراونز وين بريبريشن ابارتمنت ذات ويل ريسيف سيرفيد كراونز امبورتنت تو بلان فور ذا توث ريدكشن نيسري تو الاو بليسمنت اوف سفشن ريستوريف ماتيريال فور استيتيك الى اخره. فانت لازم تكون محضر الكراون هذا بالطريقه المثلى بحيث انه المريض ما يكون يعني ما تكون الريست طالعه بزياده او الجايدنج بلين مش مظبوط في محله. زي ما حكينا الدارك ستريشن هي المهمه، بنسميه سيرفيد كراون او كونتورد كراون عشان نستقبل فيه، لانه هذا الكراون بنصممه على السيرفير، يعني لازم يكون سيرفيد مع السن. When the tooth is prepared and the wax is contoured, those features are added directly to the crown like guiding plane. For example, this tooth would need a crown and will be abutment for the RPD. So they survey it and add this feature to the crown itself. This is also addition of wax. يعني زي ما شايفين هون هذا هو وصف للصور هاي اللي شرحنا عنها، كلها عبارة عن wax. Okay. Contouring the wax pattern. Modern indirect technique to permit the contouring of wax pattern. انا ماستر كاست، فيعني عن طريق السيرفير بليد، السيرفير بليد بتعطيني الابعاد كلها اللي بدي، عفوا الكونتورز اللي بدي اياها. They will permit
a most positive seating for removable partial denture along the path of placement، يعني راح تعطيني الباث اوف انسيرشن اند بليسمنت زي ما بدي اياه بالضبط. الريست سيت كذلك الامر لازم نحضرها على الاماء على الـ على الكلوزال سيرفيس بالطريقه المثلى زي ما تعرفنا. After the proximal surface of wax have been made parallel, buccal and lingual contours have been established to satisfy the requirement with the best possible aesthetic placement of the clasp arm. The occluded wrist seat should be prepared in the wax pattern. فاحنا بنحضر برضه ال wrist seat وين؟ في ال wax pattern تبعنا. The placement of the occluded wrist should be considered at the time of the teeth. The teeth are prepared to receive the cast restoration. يعني انت اذا عارف انه هذا المكان مثلا من الريستوريشن من السن بدك تحط عليه ريست، من وين راح يجي هون؟ فلنفترض انها ار بي اي، الريست راح يجي هون، اوكي؟ فالسن نفسه اللي تحت احنا لازم نحضره، يعني لما نعمل تلبيسه لازم نحف السن بعدين نحط التلبيسه، فاحنا بنحف السن اللي تحت هذا بدنا نعمل زي ايش؟ زي ريست سيت صغير عشان بس يكون في عندي مجال للريست سيت الكبير فوقه انه يركب، تمام؟ لان انت بتوسع له مجال اساس من التلبيسة نفسها احنا حناخذ جزء منها، فبدي انا يكون في ايش يعني زي شيء مماثل له على السن المحفور تبعي، هذا مهم عشان بس نوفر له مساحه بس. فهذا شيء هذا عشان يعطيني ايش كليرنس بينيث ذا فلور، عشان يعطيني بس مساحه تحت الفلور. انت حفيت جزء من الريسيت من على السن المحفوف عشان توفر له مساحه، لانك انت في التلبيسه راح تاخذ من التلبيسه في هذاك المكان، فبدك يكون في تحته مساحه منيحه، فبتحف من السن الاصلي عشان توفر لك هالمساحة، تمام. أكيد بعدين تول بي سمنتد وبروسيد وإلى آخره، يعني تفاصيل عادية، تمام. والإفر كونشس أوف ذا فاكت. هسا اذا انت ما عملت هذه الخطوه راح يصير عندك بيرفوريشن للكاست، يعني انت لما تحفر الريست سيت ايش راح يصير على التلبيس؟ هاي التلبيس تبعنا، تلبيس لها حدود، هاي السن المحفوف جواتها، اوكي. اذا انت ما حضرت شو راح يصير؟ راح يصير كالتالي، السن نفسه المحفوف راح يصير هيك. فاذا انت دخلت بالريست سيت راح ايش راح تعمل بيرفوريشن، راح يبين السن المحفوف، تمام. انت لازم شو تعمل؟ تحضر في السن المحفوف ريست سيت عشان خلص يبعد عن ايش؟ الريست سيت تبعنا تبع التلبيسه. فهاي perforation this unfortunate result is usually poorly usually a poorly formed wrist seat that is too shallow. انا بدي اياه ديب شوي. Not to be the deepest part of the wrist restoration to prevent occlusal stresses to be directed toward the center of the. فانت لما تصمم الريست سيت بدك تحاول انك تعملها زي الريست سيت اللي حكينا عنها، انه ذا ديبست بوينت 1 تكون في الجوة من النص، وهاي الزاويه تكون كم الزاويه؟ اقل من 90. هاي من الماده اللي حكينا عنها في السكند، هاي الزاويه تكون اقل من 90، وذا ديبست بوينت 1 تكون هون زي هيك بده يكون شكل الريست سيت. ذا ديبست بوينت هون وهاي الزاويه اقل من 90. Preparation of the abutment teeth. طبعا هاي ال abutment teeth بتهم مهمة إلنا لأنها بتعمل السكندري تلت، بتحافظ على السكندري تلت. نعرف إنه تحضيرهم كثير كثير مهم عشان نحافظ على التلت تبعنا. فحكينا كيف بنحددهم والعوامل بتأثر علينا عشان تحددهم. Sometimes if the survey line is too high on the palatal surface on the further reciprocal arm, you must resort a slightly prepare the palatal surface. فانت بدك تحاول يكون في عندك نوع من شوي ال preparation شوي toward the palatal area. فاذا انت حفيتها بهذا الشكل، هاي الصورة هنا، هاي الصورة تبعتنا، هاي الهايت اوف كونتور، اوكي، وهي ال هاي الهايت اوف كونتور من هنا، وهنا برضه عندي هايت اوف كونتور. الدايركت ريتن راح يفوت تحتها ويعمل الانجيجمنت للارم للاندر كات من تحت، اوكي. فالريسيبروكال ارم على الاذر سايد برضه لازم تكون ماشي مع الريتنتيف ارم. ففي حال انا كان في عندي البريبريشن على جهه من الجهات تو شورت، ف
فبروح بمد البريبريشن شوي بالاتالي، بروح بمده شوي بالاتالي، يعني خليني اوضح لكم اياها على هاي الصوره. اوكي، فانا فرضا حفيت من الجنب، كانت تو شورت البريبريشن، ما بدي انزل كثير تورد ذا جنجيفال اريا، لا بروح بودي البريبريشن شوي بالاتالي عشان اخذ شويه اكستنشن. طيب this preparation is aggressive usually it's هذا 14.6 الصورة هاي تقريبا هنا، شوفوا كيف هنا حفينا، لكن قديش شلنا من السن؟ شلنا كمية كبيرة، احنا ما بدنا نشيل هالقد، احنا بس بدنا نشيل شيء بسيط من الإنامل، فهاد ال preparation شوي aggressive. في الاسنان اذا كانت زي هيك، اذا كانت عندي متبقي اربع اسنان او ثلاث اسنان بهذا الشكل، لازم يكون في نوع من السبلنتنج. سبلنتنج يعني دعامه. هسا السبلنتنج ممكن ندعمها ببار انسايد اوف ات بتوين ذا تيث، هيك يدعم البعض، بالاضافه لذلك بحط عليها الميجر كونكتر تبعي اللي هو لينجوال باليتال بليت، باليتال بليت، وبنمد اكستنشن على الاسنان، على الاسنان عشان يدعم هذول الاسنان. اوكي، احنا لازم نعمل هذا الاكستنشن على اساس يوفر لي هذه المساحه او هذا السبورت اللي بدي اياه. هسه مرات الريست سيت عشان ما يكون هيك اوبفيس وواضح، اذا كان اوبوزد باي تيث، اذا كان في شيء ارتكوليت وذ ات زي هيك، هذا الريست سيت لازم يكون كونتينوس وذ ذا توث، فلازم الريست سيت ايش نحضره شوي بدبث، ان دبث شوي، يعني لازم نخلي الريست سيت عميق شوي على اساس يقدر يفوت داخل الريستوريشن. اذا كان مقابل له اسنان لازم نخليه عميق عشان يمشي مع السن وما يبين انه عالي، لكن اذا ما في قدامه اسنان زي هيك عادي لو انه شو عادي لو انه ما عملت له هذه البريبريشن العميقه، فعادي لو كان شوي طالع مش مشكله، لانه ما في شيء مقابله يعض عليه ويحس انه عالي مثلا. اوكي، فنفس الشيء.